مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. طقس مستقر عموما في معظم أجزاء المملكة، سحب عالية في المناطق الشمالية والغربية، أيضا طقس حار بوجه عام. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا إلى حارة في الأيام اعتبارا من اليوم وحتى الأيام القليلة القادمة، وبالتالي ستكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة وتستمر من الآن وحتى يوم الثلاثاء تقريبا أجواء حارة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، الأجواء في الرياض صافية مع ظهور بعض السحب العالية، والأجواء لطيفة من حيث درجة الحرارة، الصورة المتوقعة 21 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة في الرياض، يوم غد الأحد أجواء حارة، درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، وبالأثناء الليل أجواء معتدلة ودرجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوي. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء حارة تقترب درجة الحرارة من 39 درجة مئوية العظمى، لكن الأجواء معتدلة بالليل والصغرى 24 درجة مئوي. يوم الثلاثاء انخفاض قليل حوالي درجتين عن يوم الاثنين، وبالتالي تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة ودرجة الحرارة العظمى 37 درجة، بينما الأجواء بالليل لطيفة إلى معتدلة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 22 درجة مئوي. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة، إسكاك 37-20، عرعر 35-19، تبوك 35-18 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة، مكة المكرمة أجواء حارة 41-25، المدينة المنورة أجواء حارة 39-23، جدة 36-25، والطائف 31-20 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، أجواء تقريبا معتدلة في النهار لطيفة بالليل وغائمة جزئيا، الباحة 26-17، أبها 28-15، وجازان 34-26 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة، أجواء حارة، حارة في النهار معتدلة بالليل، حفر الباطن 38-22، الدمام 35-19، الإحساء 38-19 درجة مئوية. المناطق الوسطى ومنطقة الرياض أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة في النهار لكنها معتدلة بالليل، حائل 35-19، بريدة 37-22، الرياض 37-24 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، في المملكة العربية السعودية نتمنى للجميع أوقات سعيدة، ولكم تحية طيبة من طقس العرب.